راي اي كتاب اقرا يا ترى؟ شو هات؟ يومان قبل ان تتكون. شو هالعنوان؟ لا 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 ما بدي، لا بتعقد. اتصل معه، ولكن اذا اتصلت شو بدي احكي؟ نحن على وشك الزواج وقلت لها انه خلينا خاطبين. شو هالغباء؟ بس والله اشتقت لها كثير يا حبيبة قلبي. انا لازم اتصل فيها، رح احكي. خلص رح اتصل. الو برمان، سلام، والله شكلي بحاجتك. شو هالغرابة اللي عايش فيها هالزلمة هاد؟ دكتور منشغل التلفزيون يا ترى ليعمل لنا حس شوي؟ شو بدك بالتلفزيون هلا يا برمان؟ ما انت موجود. هلا انا تلفزيون دكتور؟ لا لا، انت انسان ناضج وانا لازمني انسان. ليك شو تذكرت؟ بيوم انا وغصون كنا ماشيين، انا وغصون كنا ماشيين سوا، وفجأة دكتور بكفي بقى، كل الوقت ما في غير غصون، شو رأيك تقلب على شي قناة تانية؟ حتى نتسلى شوي أكثر. اتلحلح شبك. لازم نكون إيجابيين أكثر نحن دكتور، بتعرف أنت هاي الأمور أكثر مني. إيه طبعًا. اهتم بضيفك شوي، زخ علي شوية أسئلة، شو بتحب تشرب؟ شو بتحب تاكل؟ كيف كان يومك؟ من هاي الأسئلة دكتور. جوعان شي يا برمان؟ جوعان. بالتأكيد، الجوع شعور فظيع. بمناسبة الجوع، غصون بتطبخ طبخ بجنن عن جد. كانت بزمانها بتعمل لي أكلات غريبة، يعني شي صيني وشي إيطالي وشي فرنسي. دكتور يعني هي بلا ما أنت تسألني، خليني أنا أسألك وأنت بتجاوب. يعني كدكتور أنت شو بتعمل بحياتك؟ أيوة ايه طبعا. اتفضل قول. يعني للبسط مثلا بصف ثيابي كلها حسب تدرج الألوان وبالترتيب، وبعدين بحديقة بيتي بزرع. بحب الزرع أنا، بزرع حسب اللون والصنف، تك 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 تك. وبعمل لازانيا كمان. لازانيا قلت لي؟ بعمل لازانيا بتجنن. وكمان بحضر وثائق كتير، وثائق عن الحيوانات. مستحيل شوف حياك بهالرتابة هي يا دكتور. بس أنا سعيد، سعيد بهالحياة. كأنه أنا فايت شفت بلاي ستيشن. هي إلك ولا للبنوتة تبعك؟ إلك ما هيك؟ إيه إلي هي، أنا بلعب. بلعب ساعتين باليوم مو أكتر من هيك. والله؟ يا عيني، هلأ بلشنا نفهم مع بعض. معناتها أم جيبة خلينا نلعب دقين. لا شو هالحكي هاد؟ مو هادي اللي كنت بدي اعطيه باص. ما انت احول، اعطيني الايد الخربانه. ما عم تكبس ولا خرباني يا دكتور، وعم تغش. مو معقول. كيف يعني شو هالحكي يا زلمه؟ ما عم يركضوا بسرعه، لعيبتك عم يركضوا اسرع. اوب 15-1 السكور. مين انمسح في الارض يا حلو؟ بدك فت خبز كتير. هذا مو ربح، ما بنسميه ربح. انت فعليا مسحت بكرامتي الارض. شو هاللعب هذا؟ انا موهوب كتير. ما عم افهم شو هالجشع تبعك دكتور. اي جشع؟ انت ليش انسان جشع كل هالقد؟ ماني هيك انا يا زلمه، انا ضيفك، عيب عليك، لازم تربحني مباراه. لا لا مو انا، هذا ابسط شيء ممكن تعمله. مو 15-1. أنا لا لا ما عاد بدي. بس شو يعني انا جاي اتبهدل بهالبيت؟ ليش لحتى اعمل هيك شيء؟ انت اللي طلبت انه نلعب مع بعض. برمان برمان، انا عم بعمل كل شيء 10 على 10، ما بيصير هيك. والله هيك مشكلتي، دائما عم بكسر الناس. والله هي مشكلة كبيرة، بكسر قلوب الكل، بكسر الناس كلهم، بكسر حبيبتي والبرمان. لو اخترت اختصاص عظمية ما كان أحسن لي من التجميل؟ والله دمي خفيف كتير حتى بالأزمات.